تماثيل مشكلة من أجسام بشرية تنسجم مع البيئة الحضرية. يطلق اسم أجساد في المناطق الحضرية على مشروع مصمم الحركات والرقصات النمساوي فيلي دورنر. أنا أدعو الناس عبر هذا العمل إلى زيارة مدينتهم ومشاهدتها مرة أخرى، وأن يأخذوا وقتهم في التجول فيها وتحليل أماكنها وفهمها. في وسط مدينة لينس النمساوية يأخذ الفنان مساره لمسافة كيلومترين. نصب فيلي دورنر تماثيله البشرية في كل مكان، ووضعها خلف كاميرات المراقبة في الزاوية الميتة التي لا تلتقطها الكاميرات. إنها تماثيل بشرية منصوبة في أماكن لا يعيرها المرء انتباهه عادة، فيعمل فيلي دورنر على إبرازها إلى العلن، طارحا بذلك تساؤلات حول العلاقة بين الإنسان وفن العمارة. الجسم مرن جدا، أدركت هذا عبر هذا العمل الفني. ومن حيث المبدأ فإن الوضع مثير حقا، إذ يقف الشكل العضوي للجسم بموازاة هذا الشكل المعماري الصلب، وهذا التناقض مؤثر جدا في النفس، ويمكننا مشاهدته والشعور به. إنها أشكال مفاجئة وأحيانا سخيفة، تبقى دائما عدة دقائق فقط. إنها أجسام جميلة جدا ومشاهدتها ممتعة، ولن يمر أحد بجانبها دون نظر إليها. هذه عروض رائعة خاصة في هذا الطقس الحار. إننا نشاهد كيف أن عضلات بعضهم مشدودة وهي بالفعل ترتجف وتهتز. يشاهد المرء زاوية نظر لم يلحظها من قبل أو لم تلفت نظره كثيرا أثناء مروره. قبل أسابيع من بداية العرض، يحدد فيلي دورنر المسار الذي يريده في المدينة التي يختارها، ويخطط كيف ستكون أشكال التماثيل البشرية. لا يوجد هنا شيء مرتجل. أختبر الحيز الباقي بين الأعمدة والجدران دائما، وأرى عدد الأجسام التي لها مكان هناك، وهذه فكرة أساسية في هذا المشروع. لقد بدأت في استخدام الأجسام كأشكال وكرموز بشرية وكرسوم جرافيتي في البيئة الحضرية داخل المدينة. خطرت فكرة هذا المشروع على مصمم الحركات قبل 9 سنوات، ومنذ ذلك الحين وهو يتجول عبر العالم. دائما ما يختار المشاركين فيه في عين المكان، وغالبيتهم من الراقصين، بعضهم من الرياضيين أو عارض السيرك. يشارك في مدينة لينس 17 عارضا يتعين عليهم أخذ مواضيع جديدة باستمرار. تحديد تصاميم التماثيل البشرية مرهون بحالة المشاركين البدنية وقدرتهم على التحمل. الجديد بالنسبة إلي هو القدرة على المحافظة على هذه الوضعيات مدة كافية، والقدرة على المحافظة عليها قبل أخذ الوضعية، فعندما يدخل المشارك في الوضعية لن يتمكن من الخروج منها. يحصل المرء على لمحة تلقائية عندما يسير في المدينة ويتصور أنه يلائم المكان ويتعلق بالآخرين. بشر كمعروضات فنية. عندما يستمتع المشاركون المتعبون بتصفيق الجمهور، يكون فيلي دورنر عادة قد ذهب لتحضير التصميم التالي لمشروعه.